بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا رشدنا واجعلنا من الأتقياء حقا حقا، آمين يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكثر. قال ربي، قالوا عودها، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، زاد عودها أبدا، بل ندخلها حتى لا هنا. قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. صيغة أخرى، لكن نفس كما تقولت الرب لما جاء به سيدنا موسى عليه السلام بإذن الرب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وهذه كل الحياة. قلنا كل الله اشتروا بالضب المصريين، لا عندهم نسبة ولادية مع الرحمن، لا لم يلد ولم يولد، ولا عندهم أي شيء من أن يكون ربي يحبهم، بل يمقتهم ويعاديهم ويعذبهم ويشدوا شملهم، رغم أن يتولى الأيام تقول عكس ذلك. يعني هو مذكور في أول سورة بني إسرائيل، أي الإسراء، لتعلن في الأرض مرتين، وقضينا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هاو توا في العلو، الناس كل تخدم فيه، من ما مولو فساد في أرض الكرب، من وزراء موزرين في أي أرض، والكلب ذاك متاع الجمهوريات الروسية ما لا من الصهاينة ويخدم بالصهاينة. هاولو مش يحضر في ذكرى المحرقة الكبرى هولوكوست، يعني يتودلهم، وربما هو منهم لكن يحب شيء ويكشف الأمور كلها، يتودلهم وماشي. وشكوما مش مشيو، مش مشيو اللي هما معبوث بهم تماما في العالم، هذوكم يجريو هات نرضيو أسياد العالم وبنو صهيون، الأمة حنا نهديو لهم زيارة ونوريو اللي حنا معاهم ونتعاطوا معاهم ونعيشوا ذكرياتهم، وهم يعطينا من تحت الطاولة ما تطمحون أنفسنا من مال حرام. ألا لعنة الله عليكم يا أزلام الخراب، والسلام على من سلمت نفسه من غضب الرب، وسلم الناس من أباه وندعى أنه من أحباب الرب.